اهلا بالصديق القديم. اهلا فيك، مرسي لانك استقبلتني على المطار. تعرف قدي صار لي ناطر هالفرصة؟ زمان زمان كتير برمت الدنيا كلها عليك، وفجأة وبفضل كارلا نعمة التقينا. شو المانع انه نلتقي من دون ما يكون لحدا فضل انه يجمعنا؟ انت هلأ بين ايدي. يعني في اعمل يلي بدي اياه فيك. ليه؟ شو صدر مني؟ شو عملت لك؟ بكفي انك جاي تخون صديق عمرك اللي ربيت انت وياه، وهيدي الخيانة ما بتكفي لأشويك وزدتك للكلاب؟ شنتك وغراضك يا حني معي، ما تخاف عليهم، بالحفظ والصون. لما رح ابعتك على الأبدية مش رح تاخدهم معك. مش كتير مشتاق للأبدية، ما في لزوم تهددني بهالطريقة. أنا رجال بنشرى وبنبيع، وأنت بتعرف هالشي. لأنك بتنشرى وبتنبيع لازم بيعك. طالما أنت بين إيدي حقك قرش. اللي شو بدها منك كارلا نعمة غير انك تتعرف على هادي وتأكد لهويته؟ لنتفق بالأول شو بدك تعمل فيي وبعدين بخبرك. إذا كانت الخبرية بتستحق رح سامحك ورجعك على الخدمة، وإذا لا ما بتعرف شو رح أعمل فيك. أنا أكيد إنك بتستحق. ليه بدها تعرف وين كان ساكن هادي؟ وليه بدها تتعرف على أمه؟ ليه بدها تعرف كل هالتفاصيل عنه؟ ما بعرف، دفعت لي منيح وأنا قبلت، هيدي الصراحة. وهيك بتبيع صديقك بشوية مصاري؟ قلت لك أنا رجال بنبيع وبنشرى، ومش مستحي بهالشي، لأنه وقتها أنت وهادي ضربتوا ضربتكم الكبيرة وما سألتوا عني، تركتوني ومشيتوا. لأنك خنتنا وبلغت عنا وخلصنا من البوليس بعجوبة. بعد شو؟ بعد ما عطيتوني من الجمل دينتو وهربتوا بليلة ما فيها ضوء قمر، مين بيكون خان التاني؟ شوف أيمن، أنا بحاجة لإلك إذا مشيت مثل ما أنا بدي. رح أعوضك عن كل الماضي ونفتح صفحة جديدة ونرجع مثل الأول وأحسن بكتير. كيفك اليوم؟ كله تمام. اسمعني منيح شو رح أقول لك. يا عمي وين راح وكيف؟ ما في مبرر انه يختفي بهالسرعة، ما رحنا جينا على الوقت. كيف ما اجى ببالنا نشوفه اذا نزل مطرح ما حجزنا له؟ لك معه تليفوني على القليلة، على القليلة كان اتصل فيي. بتعرفي شو كارلا؟ احسن شيء مشي نروح على الاوتيل. ماتر لحساب بليز. الو كلا، انا ايمن. ايه وينك؟ وين اختفيت؟ هون بفردا. تعي خديني هلا وبعدين بنحكي، بعدين بخبرك كل شيء. يلا باي. شو وين كان؟ مثل ما قلت بالاوتيل. من وين حكي معي؟ حضرته عم يتمشى بفردان وعم يعمل شوبينج ونحن عقلنا طاير عليه. ما كان في حدا غير سالم؟ أكتر واحد كان صديقه، حتى وخبرني رضوان أنه سالم عنده بنتين ووحدة منهم في شي بينه وبين ساري.
ورضوان اكيد من هذا العنوان؟ هو قال لي انه اكيد، بس نحن علينا انه نتاكد. إذا كان سالم معه نفس السيارة اللي كان فيها ساري، معناتها ساري مخبى عنده. تأكد لي من الموضوع. حاضر. وين اختفيت امبارح؟ نطرتك أكثر من نص ساعة، بالآخر قلت بروح برتاح شوي بالأوتيل. ليه ما تلفنتلي لما وصلت؟ أنا قلت من بعد ما أرتاح وأعمل دوش تلفلك بقلك أنا وين، بس ما لحقت، حطيت راسي على المخدة وراحت بسابع نومي. أنت بتروح بسابع نومي ونحن بينشغل بالنا عليك. سوري. سي تعرفكم على بعض، جهاد أيمن، أيمن جهاد. أهلاً أيمن. أهلاً. هيك اتفقت أنا وأيمن، وأنت لازم تمشي بالاتفاق. ما في مشكل. رجعنا مسكنا الأمور، صار فيك تتصرف بطبيعتك وعلى ريحتك، وما تنسى إنك أنت ساري زيادة. نعم، مين بتريد؟ بدي سالم. أنا سالم، مين حضرتك؟ تسمح لي؟ تفضل. هذه أول مرة بشوفك تعبان هالقد. بك شي؟ مريض؟ لا ما بني شي. شو؟ بعده الزعل بينك وبين سراب؟ عادي بيصير بين الكوبل شوية زعل. شوية زعل؟ لأنه إذا أكثر من هيك بتصير الشغلة مصيبة. مش رح نوصل لهون. شوي، أنا ما بحب أتدخل بين أختي وجوزها، بس من واجب بقول لك اللي عم تعمله غلط. وقف وفكر احسن ما تتورط بامور اكثر من هيك ما تناسبك ولا تناسب اختي سراب. واضح؟ لا مش واضح ومش فاهم شو بتقصد. بعدين انا مش كتير بحب المواعظ، انا هيدي حياتي وانا حر فيها. بس اذا حريتك زعجت اختي ما رح تكون مبسوط ابدا. تفضل اشرب قهوه. لا بس الشباب بالحبس كانوا حابين يطمنوا عنك وعن مين؟ عن مين؟ عن ساري السراج. ايه ساري السراج عم تشوفه؟ ليه بعده هربان من الحبس؟ ما بعرف، طلبوا مني سلم عليك واسالك عنه. والله ما بعرف عنه شيء ولا بدي أعرف، ما بقى بدي شي يوجع لي راسي. تفضل. غير مرة، مشغول شوي، بتوصي شي للشباب؟ أبداً، سلم لي عليهم، أمانة. يلا باي. الله معك. تصور ليل نهار عم دور هون على حدا من اللي بيعرفوا كمال الحداد وما عم لاقي. نصيحتي ارتاحي،
ما بقى تفكري بالماضي. كمال الحداد سي. المسألة عندي صارت قضية، وإذا ما كشفت هالقضية رح دني طول حياتي ندمانة ومقهورة إنه في واحد مثل كمال الحداد قدر يضحك علي ويفل. تبريها صفقة وخسرتيها، وبرجع بقلك لا ترتاحي، انسي كمال الحداد. كيف بدي انساه؟ كيف بدي انساه؟ وبين لحظة ولحظة ممكن التقى فيه. إن شاء الله أيمن ما يعملها فينا. ما بعتقد، بيعرف شو ناطره. برغم كل هالشي خايف منه وما بوثق فيه. ريح بالك من أيمن. ما بعرف ليش كارلا هالفترة عم تلحقني، مع أنه بالمفروض أنه هي تكون بزنس وومن، بتتعرض للخسارة والربح، بتعتبر الألمازات خسارة مش ربح، وتنسى الموضوع وتربح حياتها. تأخر أيمن، وين صار؟ خلص بالنسبة لإلي صفينا الحساب القديم، وانتو بتعرفوا انه انا ما خنتكن الا غصبا عني، وهلا مستعد اتعهد عن جديد انه ما خونكن للموت. قديش كنت ناوي تبيعني لكارلا نعمة؟ 10,000 دولار. هذا السعر اللي دفعينه فيي عمرتين. انت بيعني برخيص وحضرتها دافعة فيي رخيص، بالوقت اللي هي بتعرف تماما انه انا ما بتطمن. ما كان لازم اخذ منك هتشيك، بتعرف لانك صديقي، صداقتنا ما بتتطمن. انا هلا عم بدفع لك جنيتك، لانه اذا فكرت لحظة ترجع تخوني اوفريرا. هيدا تحري وعامل حلو كان بالحبس. لوين بدي روح هلا؟ اكيد لحقنا ومراقبنا. بروح عند ساري؟ لا، سوقي لاتاكد اذا كان بعده لحقنا. في سياره لحقتنا او طريقه على طريقنا من الاساس. عم فكر وقف على شي محل، اذا وقفت بتكون ملحقتنا. كيفك اليوم؟ منيحة. كنت حابب اطمن عنك. ميرسي. بدي اقول لك شيء. قول. ساري. والله خلص ما في شيء. باي.
هلا اتاكدت انك بتعرفي تلعبي دور الزوجة المثالية. قصدك عم بعرف مثل هالدور؟ عم تعرفي تمثلي الدور بصدق، لاني حسيت حالي مجوز انا وعم اطلع فيك. بس بالنهاية في حقيقة بدنا نواجهها، اني مش مرتك، وبهالطريقة اتنيناتنا عم نزور الواقع. ما فهمت، كيف يعني عم نزور الواقع؟ الواقع انه انا يمكن اتجوز الى رجال تاني، وانت يمكن تكمل حياتك من مره لمره. هلا انا مرتاح معك وسعيد انك رجعتيني كذا سنه لورا، وحاس انه ما بقى في اتركك ولا بقى في اسمح لاي رجال ياخدك مني. برايي بلا ما نروح عند ساري الليله، قلبي حسسني كانه مراقبين. هلا بس يتلفن لي انا بقول له شو الموضوع. رفيق عم يرتاح شوي، قلت بنشرب القهوة سوا. بدك نشرب القهوة سوا ولا حابة تقولي لي شي؟ بصراحة بدي أتشكى على رفيق. ليه شو عامل؟ أنت بتعرفي إنه في علاقة بيناتنا ما هيك؟ بعرف إنه في علاقة بيناتكن، بس ما بعرف شو نوعها. لتعرفي شو نوعها لازم تسمع الإشاعات اللي عم تطلع علينا. البلد مليانة إشاعات. تركت شغلي كرمال وحتى أبقى حده، وتخنقت مع أهلي، وبعدني لهلأ ما بعرف أنا شو بالنسبة لأله ولا أنا شو بحياته. يعني ما بعرف شو بدي أقلك، ما بعرف شو متفقة أنت وياه، شو شكل العلاقة. لأني بحبه ما عم بقدر أفتح الموضوع معه، بليز لا ينصحيني شو بدي أعمل. نصيحتي تتركيه، لأنه مع البابا ما في سقف لأي علاقة، وإذا كنت مفكرة توصلي معه للزواج بطمنك، رفيق حاتم ما بده يتجوز. عن إذنك. يعني ما حكيت ولا كلمة؟ مش هامك إنه هذا المجنون عم بضايقني؟ مش هامك؟ حكيه. ما بعرف شو بدي قلك، أنا شخصيا ضايع، ما بعرف شو بني. أنا وسارة ما بقى فينا نستمر بهالوضع، حالتنا ما بتسوى، وهالشي مأثر على شغلي وعلى حياتي. شو بتقصد؟ مش همك إلا شغلك وبيتك ومرتك، وأنا ما إلي حساب بحياتك؟ أنت بتعرفي إني بحبك، وهذا سبب كافي إني بقي معك. أنا عم واجه مشاكل مع مرتي وخيا، ما بدي فوتك معي بهالمشاكل. خليني زبط وضعي معهم بعدين بخلصك باللي أنت فيه. أنا عارف إنه هيدا عم يضايقك، وأنا خي مرتي عم يضايقني. ما بدي أفتح معركة مع نغم، ما بدي أعطيها هالقد أهمية، لأنها بالنسبة لإلي نكرة. بفهمك لايا، وهيدا اللي عم حاول أشرح لك إياه عن صاحبة شوقي. ما بدي أحط حالي بمجال مناقشة معها، بده إياها يروح لعندها. أنا ما بقدر أتصرف هيك، هيدي الإنسانة رح تصير بقلب بيتي، وعم تعرف كتير منيح تتصرف حتى تبقى بهالبيت، منيح على البابا منشان يتجوزها، وبين يوم ويوم هي رح تفتح معركة علي. هيدي المعركة بنفس البيت واللي كنت أنا خايفة يفتحها ساري مع شوقي، ظاهر أنها بلشت، وأنا ما بدي يصير في مشاكل بين خيي وبين جوزي. هودي الناس لازم نعرف كيف نوقفهم عند حدهم. ما بيصير يا سراب تكوني أنت صاحبة الفضل على شوقي لوصل لهون، ينكر فضلك ويظهر ويطعنك مع وحدة مثل هيدي. أنا وشوقي وقفنا حد بعضنا وقت طويل، ما حدا له فضل على التاني. هلا يمكن أنا يصير إلي فضل عليه، بس لأنه خانني ضليت حبه وحافظة على كرامته. حكينا شوي أنا ولاي عنك. ما قلت لي عن شو كان الحكي؟ تشكيت عليك. ليه؟ شرحت لها قدي أنت بتعني لي، وقدي علاقتي فيك نظيفة وما في وراها أي هدف إلا أني بحبك. ما في لزوم نبرر وضعنا للاية،
لأنها بتعرف لو ما أنا مرتاح ومقتنع بهالعلاقة ما فيت فيها. إيه مش هيئتها موافقة على علاقتنا. ليه؟ لأن نصحتني أتركك. شو؟ أتركك. وأنت موافقة على النصيحة؟ أكيد لا، لأني بحبك. نفس السيارة طلعوا فيها، وقفوا بمحل اشتروا غراض ورجعوا على البيت، بعدين البنت فلت. ما لحقتها؟ بلا لحقتها، فاتت على مجمع تجاري، بركي بتشتغل هنيك. أنا برأيي إنك تراقب البنت لأنه عم بيستعمل سيارتها، يعني في علاقة بيناتهم وهي رح توصلنا لإله، أنا متأكد. الو رولا، بليز اطلبي لي الكريدت كارد سنتر ضروري، في فاتوره غلط باسم سراب زياده غانم. بشرفك هلا، بدي رقمها ضروري. ما تطولي، باي. عم حاول قد ما فيي اتقرب من لايا، بس هي عم تبعد عني. في بيناتنا مسافه، ما عم بعرف ليه. بدك تفهمي غيرتها علي؟ لأني بفهم غيرتها عليك، عم حاول اتقبل عداوتها لإلي. بيهمني تتفاهم، وبطلب منك تحاولي ما تتصادمي معها مهما كانت العلاقة نيجاتيف بينك وبينها. مش لازم يكون في هيك علاقة بيناتنا، بالنهاية لايا بنتك، وأنا مين توقف بوجهها؟ أنت الإنسان اللي أنا بحبها، وهيدا كافي لتحبي لايا. ليش جايب هالوقت؟ في شي؟ ما رح تصدق رح خبرك إيه. إن شاء الله خير. خير. هيدي اختي؟ انت اكيدي؟ ومعي رقم الموبايل. سراب زياده غانم؟ سراب زياده غانم. أمي حبيب أمك يا بابا. أنا مرتاحة مع رفيق، بيت، سيارة جديدة، مجوهرات، هدايا.
بس صار لازم العلاقة تصير جدية أكتر. أنت من الأساس عم تفكري بعلاقة جدية مع رفيق، صح؟ صح. لكن شو بدك بساري زيادة؟ ساري زيادة شي تاني، كل ما أطلع فيه بحس بعمري الحقيقي، بالمغامرة. كل ما أفكر فيه بحس إنه حميد سليمان رجع من بعيد وناطرني. شو خايف يكون ناطرك حميد مزبوط هالمرة؟ ألو؟ ست سراب؟ مش موجودة، مين بريدها؟ برجع بحكيها. ما تعصب، هلأ بتحكيها. كان قلبي رح يوقف بمحله. نحن ما ردت علي، ما بعرف كيف كنت بدي جاوبها. خلص، رح تلتقي فيها. خايف شهاب، أنا خايف. من شو خايف؟ تعرفي من شو خايف؟ خايف ما تصدقني، خايف ما تعترف فيي. بهالبيت بس بحس إني عايش بحريتي. يا حبيب قلبي يا ماما، لك حبيب عمري، لك كيف إلك قلب تتركني وتبعد عني هالقد؟ ها كيف إلي؟ شغلي حكم علي يكون بعيد عنك. وشغلك؟ بينسيك انه عندك ام بتشتاق لك وبتموت تشوفك. كيف معقول انساكي؟ حدا بينسى امه؟ يا حبيب قلب اشتقت لك. الله بعت لي شاب عم بيساعدني، كثير طيب، كل ما بشوفه بتذكرك. مين هالشاب؟ شو اسمه؟ اسمه وليد غصن، مستأجر عند سالم. ما بعرف ماما اذا بتتذكره، كان ساكن بالحي من زمان وترك. سالم؟ مش مذكره. المهم ما توثقي بحدا، الناس كلها صارت بتخوف. إلا وليد يا ماما، لازم تتعرف عليه، شاب طيبة وأخلاق وأمانة، لازم تتعرف عليه. ماما ما تخلي حدا مين ما كان يكون يفوت على أوضتي. ألو، مرحبا، بقدر أحكي مع ست سراب؟ مش موجودة، بتحب تقلها شي؟ لا، طيب، أوكي برجع بحكيها بعدين، شكرا. برات الشركة. انطر شوي ورجع اطلبها. خلص ماما، سكري هالقهوة وبلشي نبشي على شي شقة بحي مرتب بلا هالعجقة والخفقة هون. بأمر عيون الماما انت حبيب قلبي، ليك تقبرني طول ما انت بعيد عني، انا باقي هون، وبكره ان شاء الله لما بترجع محل ما بتريد بيش. ما بقى بدي اشوفك عم تتعبي، امي صار معنا مصاري كتير، روحي شمي الهوا، برمي العالم، ارتاحي. انت تعبت كتير بحياتك وصار لازم ترتاحي هلا. يا حبيب قلبي انا ما برتاح الا لما بشوفك قدام عيني وحدي. لو بتعطيني مال العالم كله وانت بعيد عني فكرك برتاح. لا يا ماما، بوعدك انه رح نرجع نعيش سوا ان شاء الله. بعدين في مفاجأة كتير كبيرة رح تفرحك. يا رب يا رب يا امي، من قلب مجروح افرح فيك وشفرك وليد ولعبن على ايدي بحياتي يا ماما. وين نفتح قوتي امي؟ نفتح قوتك؟ ما انا وراك، وين رايح؟ يتقبرني ان شاء الله يا اهلا بهالطبله يا حبيب قلبي. نغم عم تحاول تتقرب منك، تقربي منها لتشوفي بشو عم تفكر. بكرهها، ما بقدر اتطلع فيها، ما بقدر احط ايدي بايدها وسلم عليها، ما بقدر اسمع صوتها، ولا بقدر اشوف البابا عم يطلع فيها هيك، ما فيي. بدك تفهمي انه هيدي انسانه بتعجب بيك، لو ما بتقله شيء من جوا ما كان هالقد مهتم فيها. بعدين انت مش مطلوب منك تحبيها، مطلوب منك تسيريها كرماله. جربت وما قدرت. بتخيلي اوقات تحكي معي بحس حالي مش عم بقدر رد عليها، مش بايدي. جربي، هيدي الانسانه ممكن تصير مرت بيك، شو بتعملي ساعتها؟ ما عم بقدر فوت ولا على حساب، كل الحسابات مزبطه على الاخر، بس ورا هالترتيب ما عم بقدر اعرف شو فيه. حسب معلوماتك في حدا عم يتحرك ورا ساري بالشركه،
من دون ما حدا يحس فيه؟ لأن في شيء عم ينطبخ جوات الشركة وما حدا قادر يكشفه إلا اللي عم يطبخه. هيدا اللي ما بقدر اكتشفه، في عمليات بالمخفي مش عم بقدر أعرف كيف عم يصرف لاعتمادات. وكيف علاقة ساري بالموظفين؟ ممتازة، كل الموظفين بحبوه وكلهم بإيده. هيك اختلفت كل المقاييس. ساري زيادة دارس كل كيان الشركة واتصاله مباشر مع إدارته، وهيك من حقه يفرض العمولات والعمليات ويحطها كلها بحساب. مسيطر على كل مراكز القوة بالشركة وعم يتحايل على قوانين الشركة، ما بيهمه إلا مصلحته الخاصة. عم تضحك عليه، بدها تستغله. أنا كنت عم راقب كل نظرة، كل كلمة، كل حركة لنغم. عم تمثل عليه للبابا، أنا أكيدة. رح كون شوي منطقية بحكمي على نغم شاهين. أول شيء بيك شخصية مهمة وإنسان عنده مركز وحضوره بالمجتمع، يعني مش غريب إنه نغم أو غيره يكونوا مغرومين فيه. هيدي من وجهة نظر منطقية، أما من وجهة نظر عاطفية بنغم شاهين، رفيق حاتم بالنسبة لإلها ورقة لوتو. طيب ليه ما بتصارحي بيك بكل اللي عم تفكري فيه؟ ما بقدر يا سراب، عشت معه كل حياتي ولا مرة خليته يحس إنه في شي مضايقني أو في شي ناقصني. بحب البابا لدرجة إنه ما بقدر أشكيله عن شي. حاولي تتناقشي معه بهالموضوع بالذات، لازم يعرف وجهة نظرك. هيدا أيمن زبطنا له وضعه، وهلأ مفيد رح يجيب لنا معلومات عن ساري، عن مين مخبى، وبعدين بنرتب جدول أعمالنا من مين بدنا نخلص بالأول. ساري، نخلص من ساري حتى ارتاح وارجع أنا. ومن شوقي كمان، حتى أنا ارتاح واشتغل على سراب برواق من دون ما يكون في واحد مثل شوقي بحياته. أكيد ما رح تتأسف عليه أو يهم من بعد ما تعرف إنه كان عم بيخونها. كارلا ما كنا حاسبين لحساب لعلاقتها مع لايا. مشكلة لازم نعرف نحلها ونخلي لايا بعيدة عن هالقصة. رح نخلي أيمن يلعب شوي مع كارلا ومع هيدا الصحفي. فكر كمان كيف بدنا نبعد نغم شاهين عن رفيق حاتم. هيدي القصة ما بدها تفكير. فينا نخلص منهم ساعة اللي بدنا. لايا اسمعيني، انا بفضل الامور تضل مثل ما هي. اي لايا. الو الو تعبان، ما بعرف شو بني. ما بحب تقلي تعبان او بك شي. مش عم بدي اركز، كل شي عم يمرق براسي بسرعه. بدي ارتاح بس مش عم بقدر. بدي ارتاح. انا كمان متلك، بدي ارتاح. تفضل شوف شو صار لنا وزن بالدوائر العيارية.
كلهم بخدمتنا. هيدي الأرض بعد سنة بيمرق فيها أوتوستراد. وما حدا بيعرف عنا شيء. يعني منشتري المتر بسعر التراب وبنبيعه بسعر الذهب. في 4 قطع أرض بنفس المواصفات وكلهم رح يمرق فيهم أوتوسترادات، وكل قطعة فيهم فوق 100,000 متر. يعني هيدي الشروة كبيرة، يعني بدها مبالغ كبيرة. كيف بدنا نتصرف؟ انت مضي الشيكات والبيع علي. كيف ما تسأل، انت مضي الشيكات وما تخاف. شو كانت نوع علاقتك بكمال؟ علاقة بزنس. كيف انتهيت؟ ما انتهيت، بس اختفى. في شوية أمور مادية بعد ما صفيناها. بس انت قلت لي انه عمل ضرب فيك مش منيح، وبدك تدفع الثمن غالي على اللي عمله. طبعا، وإلا شو جاي اعمل هون؟ بالاول في شخص بدي اياك تشوفه عن بعيد وتقول لي مين هو وشو معلوماتك عنه. الو، مرحبا، بقدر احكي مع مدام سراب؟ مين بريدة؟ ساري زياده.